مساء الخير. يقول الشاعر دعبل الخزاعي: إني لأفتح عيني حين أفتحها. بعدين من يفتح عينه ما يشوف ولا واحد. هذا حال اليوم الناس اللي قاعدة تريد تشكل الحكومة، وهم بانتظار أنه يشوفون كل الناس داير مدايرهم. لكن هذا الإطار التنسيقي اللي اليوم حاول يشكل، ولكن عنده أكو إشكالية. بالبداية كلها تقول له فوت بيها وعزلهم خليها، لكن بعدين الجماعة أكثرها تبخرت، وإنما كل طرف يريد يشارك بشروطه وفق مصالحه الخاصة. اليوم انتهت جميع أعمال عودة الكتلة الصدرية إلى المشهد السياسي. صدرت الأوامر الإدارية الخاصة بإنهاء عضوية النواب المستقيلين، ورئيس البرلمان أصدر أمر نيابي بإنهاء عضوية السيد حاكم الزاملي من منصبه كنائب أول للرئيس. يعني مثل ما يقول المرحوم رياض أحمد: آن الأوان وما بعد رجعة. والتحركات السابقة لبعض السياسيين باتجاه الحنانة باءت بالفشل، لأنه صحيفة الغد العربي نقلت اليوم عن مصادر مقربة من السيد مقتدى الصدر بأنه مكتب السيد الصدر اعتذر عن استقبال أي شخصية سياسية في الوقت الحالي، وسط تسريبات عن نية الصدر التوجه إلى السعودية لأداء مناسك الحج، وأنه الوساطة اللي يتحرك من خلالها السيد عمار الحكيم لإقناع الصدر بالعودة إلى العملية السياسية لم تنجح ولم تقدم أي شيء ملموس. إذا باب عودة السيد الصدر انغلق بشكل نهائي، لازم نتساءل عن الاجتماع اللي كان من المفترض عقده خلال اليومين السابقين في أربيل بين السيادة والديمقراطي الكردستاني لتحديد موقفهم من التحالف مع الإطار التنسيقي. شنو سبب تأجيل الاجتماع؟ معقولة كانوا يتأملون عودة السيد الصدر؟ لو ينتظرون رسائل تطمينية من الإطار. الغريب بالموضوع، أعضاء في الإطار يتحدثون عن وصول رسائل من الديمقراطي تؤكد استعداده للتحالف معهم. لو كان هالشيء حقيقي، ليش معقدوا اجتماع أربيل وحسموا الموضوع؟ خلينا نستمع لهذا التصريح. يلا شباب، رسائل إيجابية من أنهم جادين في المضي في موضوع إكمال استحقاقات الدستورية. هناك حوارات ستجري من الديمقراطي أستاذ سعد ما بين الحل. وصلتكم رسائل؟ نعم، من الديمقراطي. هناك رغبة من الديمقراطي، ونعم من الديمقراطي وصلت رسائل، وبعض التصريحات سمعناها تشير إلى أنهم جادون في موضوع إنهاء حالة الانسداد السياسي والمضي في موضوع تشكيل الحكومة. هناك حوارات جانبية جرت وسوف يتم إنضاجها في الأيام القادمة. المهم اليوم رئيس الكتلة الصدرية السيد حسن العداري، وبعد صدور الأوامر الإدارية بإنهاء عضوية نواب الكتلة، كتب تغريدة تضمنت التالي: للتذكير، بعد أن تم الأمر ولله الحمد عليكم بهذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العلي العظيم. هسه ما نعرف هاي التغريدة بسمار للإطار وتشبيههم بقوم أصحاب الكهف، لو هي رسالة بأنه التيار الصدري سيعتزل ولن يتدخل في المستقبل نهائيا، سواء بالاعتراضات على الإداء الحكومي أو التظاهرات. أروح لموضوع آخر، أو بالأحرى أزمة جديدة. وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو صرح لقناة العربية بخصوص عملية المطار. خلونا نستمع إلى جزء من هذا التصريح. يلا شباب. كنا نراقب تحركات قوات القدس، ولذلك أستطيع أن أقول إننا كنا نعمل على هذا المشروع بشكل مستمر. وفي الختام تسنت لنا الفرصة لإيقاف ما كان هجوما وشيكا على الموارد والأصول والمواطنين الأمريكيين، والرئيس أصدر القرار لفعل ذلك. بعد هذا التصريح اشتعلت المواقع القريبة من الفصائل المسلحة، واتهامات الخيانة لأجهزة أمنية معينة رجعت من جديد، ووصل الموضوع إلى أنه بعض الوكالات نشرت صور ومعلومات خاصة لعناصر أمنية واتهمتهم بالمشاركة في عملية المطار. إضافة إلى ذلك، قبل قليل أصدرت كتائب حزب الله بيان شديد اللهجة نقتبس منه: إنما كشفه وزير الخارجية الأمريكي السابق المجرم بومبيو من معلومات حول جريمة الاغتيال يؤكد ما أعلنته كتائب حزب الله في بيانها وبياناتها ومواقفها السابقة، وصواب اتهام مدير وعناصر من جهاز المخابرات العراقي وتورطهم في جريمة المطار. وهذا اتهام مباشر لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعتباره كان رئيس جهاز المخابرات أثناء تنفيذ عملية الاغتيال. ولأن الأمور اتجهت إلى مسار خطير، أصدرت خلية الإعلام الأمني بيان صحفي رفضت به الشائعات المغرضة وحملة التشويه الممنهجة التي تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية مؤخرا، اعتبرتها امتداد لحملات سابقة لطالما أعيد إنتاجها في محاولة لخلط الأوراق بالاعتماد على معلومات مضللة ومجهولة المصدر. وأضافت أنه هذه الحملات وغيرها جزء لا يتجزأ من المساعي للنيل من الدولة ومؤسساتها الأمنية، وذلك بغرض التأثير على الإنجازات الكبيرة التي تحققها هذه الأجهزة في مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة.
احنا دخلنا في أزمة جديدة ممكن ترجعنا إلى لحظات وصلنا بها للحديث عن انقلاب في البلاد، وأقصد هنا استهداف منزل رئيس الوزراء بالطائرات المسيرة. راح يتكرر هذا الاستهداف لهالمرة، الموضوع أكبر. بكل الأحوال اليوم أهدت هيئة التصنيع الحربي أول مسدس صنع في العراق إلى السيد الكاظمي. يعني خاف الجماعة يفكرون يسوون حركة جديدة، ديروا بالكم. أروح الفاصل.